لا على فكرة أنت غنيتي حلو، أنت ما طلعتي أوت أوف تون ولا تنشزتي ولا أي حاجة. غنيتي صح. هو كان بيقول إنه يعني كان أنا ما عندك مغنى، أنت ما بتغني. شو اسمها الجملة؟ شرف. طب جمعة الماضي انتقدني قال لي أنت ضعفتها للغنية، شو بدك أكثر من هيك؟ وأنا يعني أنا أرني بشخص بس كيف ثاقبت حظه ما بيمشي معي، أرني بخيي، أرني بمروان. عرفتي كيف؟ مش مش أراني ما بزعل، بفتخر إنه مروان أنا واقف معه مغني معه، لأنه مروان كلنا بنعرف إنه صوت ما في ما بيقطع منه اثنين، وهالشيء واضح. أنا كلمتي كان أعزم منك بس هالشيء أثر. لا لا مقتنع إنه أنا ما بحياتي غنيت هيدا اللون. جمعة الماضي فتت على المسرح وغنيت على طبقة مش إلي، ما كانت طبقتي، وزدت من اللي عند بقدر أعطيه وعطيت اللي عندي وغنيت صح وخلصت حالي. بس شو اللي شدني انا؟ نزلت عملت اقبال بكسر الارض وانت بتعرفه. اذا بيدلك هيك رايحه على النومينه. لا لكن مش رايحه على النومينه، بدور على الطوب مش على النومينه. هيدا اللي هيدا اللي بدي اياه. هيدا اللي بدي اياه منك. خليه ياثر علي. قدو هالحكي؟ اكيد انا. قدو ولكن قومي من الاوضه، ما حدا بيحكيك. اوكي. بيحكيك علي بس اذا بشوفك بتبكي حارجع ذكرك بالحكي كلمتين اللي قلتيهم. حارجع ذكرك انه انا واس رايحه على الطوب مش للنومينه. او طرب مش لونك. هو شايف كده خلاص بقى، خلاص هو حر. هو شايف كده الاساتذه، امال الاساتذه شايف ايه؟ شايفين ان ماشي. مدام ميري بتقول لي صوتك عريض، صوتي عريض وهغني اغاني جديده مثلا، ازاي؟ هو يعني واحد من خمسه ولا سته في الاكل. اوكي بس ما يجيش كل مره يعني، مفيش حاجه يعني. يوم لما حتى شكر فيا في بعد قال لي الميزانسي بتاع وشك. اوكي محمد انا قال لي المره اللي فاتت قال لهم قولوا له خليها يا بنتي، وانا والله العظيم موافق على النقد، موافق على النقد. انا ما اتكلمتش عن النقد، انا ما اتكلمتش عن النقد بس قولي لي هو انتقدني في ايه؟ انت غنيتي عادي بصي بس حسستينا بالاغنيه خليتينا نحبها. اسالك سؤال، اسالك سؤال، الاغنيه ولا ابعاد؟ ابعاد لما انا غنيت ابعاد دي محسوبه من الاغاني الايه؟ خليجيه طربيه. قال لي فيها انت غنيت تحفه. ايوه محمد جه النهارده قال لي انت الطرب ده مش بتاعك. طب انت سمعتني في الطرب المرات اللي فاتت؟ الطرب ده يمكن الطرب ده يعني اغنيه مثلا. امال دي دي طيب سؤال يعني دي مش عبد المطلب، ده عبد الوهاب. دي انت لما سمعتيني أصلاً. لما سمعتيني فيها انت قلتي ايه؟ انا بصراحه انا عجباني. انا لسه قايله لك ايه؟ انا كمان عرب 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 اللي هي بتاعت الترابيه القديمه. بس مش عايز بقى كلام بقى، مش عايز كلام بقى. واحد يجي يقول لي انت ما انتقدنيش، ما انتقدنيش حتى على يعني ما قاليش مثلا اوت اوف تون، مفيش نشست، مفيش ما جريتش على الايقاع، العرف في مكانها، كل حاجه راكزه، الصوت طالع بالظبط، واحد عنده برد وبيغني وفاتح بقه، فاتح بقه كده. محمد معلش